السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي حوار ساعة. لا يختلف اثنان في كون الثقافة المرآة العاكسة لتقدم الشعوب وازدهارها، فضلا عن أنها أصبحت في عصرنا الحالي محركا أساسيا للتنمية. برنامج حوار الساعة يستحضر هذه الأمسية المشهد الثقافي بكل مفارقاته وبكل إرهاصاته وأيضا بآماله الكبيرة والكبيرة جدا في غد أفضل. بسعادة بالغة أرحب بمعالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي. معالي الوزير، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج، شكرا أيضا على استضافتنا في هذا البهو الجميل بقصر الثقافة. شكرا، وأنا سعيد أيضا بلقائكم. أهلا. إذن الأستاذ عز الدين مهوبي، تحمل حقيبة في صلب اهتماماتك، سواء اهتماماتك الأدبية أو الإعلامية أو المهنية، مسار حافل، تجربة أيضا جد متميزة. أستاذ عز الدين مهوبي، منذ عرفتك ويعود هذا إلى زمن طويل وأنت يعني تحمل هواجس تطوير صناعة الكتاب في الجزائر، تحمل أيضا هواجس الصناعة السينمائية، أيضا الكلمة، الفن كمثقف حينا وكمسؤول ومسير أحايين كثيرة. في تقديرك اليوم معالي الوزير، خاصة في ظل الانتقادات التي توجه لقطاع الثقافة، أين نحن اليوم من مشروع ثقافي وطني واضح المعالم، خاصة في ظل الوفرة للمواهب الكبيرة والكبيرة جدا في مختلف الفنون؟ شكرا لك، سؤال وجيه. نحن لا ننطلق من فراغ أولا. نعم. عندما نتحدث عن مشروع ثقافي، والآن يمكن أن نتحدث عما يمكن أن نطلق عليه بإصلاح ثقافي، لأن هناك بعض الأشياء التي تتطلب بعض التصويبات وبعض المراجعات للوصول إلى نقطة أساسية، وهي الجدوى من العمل الثقافي. كيف نحقق ثقافة فاعلة في المجتمع بأقصى التكاليف؟ هذا الذي نهدف إليه. نعم، طبعا نحن ننطلق في مشروعنا أولا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية. نعم. الذي أولى الثقافة قيمة كبيرة، وهو حتى في الدستور. نعم، وهذا الذي سأصل إليه، باعتبار أنه لأول مرة دستور الجزائر في التعديل الدستوري الأخير في فبراير 2016، نص في المادة 38 مكرر إلى أن الثقافة حق مكفول لكل مواطن. شأن الثقافة كالصحة، كالتعليم، كالتربية، كالبيئة، كأشياء أخرى، القطاعات الحيوية، بمعنى أنها الثقافة لم تعد عجلة خامسة في اهتماماتنا، بل الثقافة جزء أساسي في التنمية، ولم تعد مسألة كمالية أو استهلاكية قط. فعلا. بمعنى أن هذا يفرض علينا شيء أساسي آخر، وهو الاهتمام أكثر بالثقافة النوعية، الثقافة الاستثمارية، الثقافة التي تنتج وعيا في المجتمع، التي تجعل المواطن يعني له الحق في أن يشترط ثقافة نوعية، يدفع مقابل هذه الثقافة الشيء الذي يقتنيها كما نعم يقتنيها. تماما تماما، هذا هو المطلوب. لم تعد الثقافة فقط هذه ثقافة المجان، أعتقد أنها انتهت. يجب أن نعيش كما تعيش الشعوب الأخرى. الثقافة فعلا لها مقابل أيضا، مثلما تنفق من أجل الثقافة، أن تطبع الكتاب، تمول السينما، تمول المسرح، تعمل على الترميم، ترميم الآثار وغيرها، كل هذا هناك أغلفة مالية كبيرة تنفقها الدولة. يجب أن يكون هناك مردود من قبل المجتمع. نعم. صحيح، المجتمع هو الذي ينتج الثقافة، ولكن يستهلكها أيضا. نعم، لأنها غذاء للروح وغذاء للفكر. تماما. نعم. ولكن الدولة دورها أساسي في هذا. نعم. الدولة هي التي توفر المال، توفر القوانين، توفر الموارد البشرية. نعم.
التأطير اللازم لأي عمل ثقافي هي الدولة، على المجتمع في تفاعلاته أن ينتج الثقافة التي تحقق وتلبي غايات كثيرة. نحن لا نفرض ثقافة رسمية في هذا المجتمع، بل إن المجتمع هو الذي ينتج الثقافة التي يستشعر فيها ذاته، هويته، أفكاره، أحلامه، تطلعاته، هذه الأشياء التي نريدها. وننطلق أيضا من مخطط عمل الحكومة الذي نص طبعا في كثير من التبويبات على جوانب معينة التي هناك أولويات، وهناك أولويات داخل الأولويات أيضا. لهذا نحن نعمل ضمن هذه الرؤية، ولكن ضمن هذا كله هناك أشياء تظهر فجأة في المجتمع نتفاعل معها دائما بصورة إيجابية، تظهر بعض الأفكار، تظهر بعض التصورات، تظهر بعض الأشياء الجديدة التي ربما لم ترد في مشاريع أو برامج سابقة، إذا نحن نتبناها لأننا نرى فيها قيمة مضافة للثقافة في مجتمعنا. معي الوزير، قبل أن نواصل هذا النقاش نتوقف في هذا الفيتيار الذي أعدته زميلة فيروز هرنوف، وتحاول من خلاله أن تقف عند أهم المحطات البارزة في المشهد الثقافي في الجزائر. نتابع. يعد قطاع الثقافة في الجزائر من القطاعات الحيوية والنشيطة نظرا للثراء الثقافي والتنوع الفكري الذي يميز الجزائر، ميزة وسعت من مهام حامل الحقيبة الثقافية. فالإلمام بالميولات والإبداعات الفنية بكل أشكالها ومرافقتها حتى النضوج من جهة، ورصد الإصدارات والإنتاجات في المجال الثقافي والفكري للمحترفين والحفاظ عليها كمكسب للقطاع وترقيتها من جهة أخرى، فضلا عن تنظيم تظاهرات على جميع الأصعدة لضمان الحفاظ على هذا النسق والموروث الثقافي لبلادنا ودفعه نحو الاستمرارية والتألق دائما على الصعيدين الداخلي والدولي، كلها مهام ثقيلة قد تتجاوز الإمكانيات المتوفرة في الكثير من الأحيان، ما جعل الوزارة الوصية تراجع خطط عملها وتعاملها على جميع المستويات، وهو ما استوجب أيضا الدخول في إصلاحات فعلية للقطاع، في مقدمتها دعوة صارمة لترشيد تسيير ميزانية الثقافة بجميع الولايات وتعزيز التعامل مع القطاعات الأخرى واستغلال المرافق الحيوية لإحياء التظاهرات والمهرجانات، ودعوة موازية للمؤسسات الاقتصادية النشطة إلى تكريس دعم العمل الثقافي من خلال الاستثمار والانخراط في السند المادي الذي يخصص للارتقاء بالفعل الثقافي. الثقافة في الجزائر كانت حاضرة في كل مواعيدها هذه السنة، فالجد والجديد هو ما ميز مختلف الفروع الثقافية من خلال تتويجات لأعمال جزائرية في مهرجانات فنية داخل وخارج الوطن، النجاح في إحياء تظاهرات ومهرجانات دولية ووطنية مختلفة، تعزيز التراث الثقافي الجزائري بفتح بوابة إلكترونية للتراث هذه السنة، كما سجلت الثقافة ميلاد العديد من الإصدارات الأدبية والأعمال الفنية وتدعمت بمرافق ثقافية متنوعة على رأسها دار أوبرا الجزائر، حضور يراه الكثير من المختصين والنقاد في هذا المجال غير كاف لبلد يتمتع بعراقة تاريخية وثراء فكري وثقافي كالجزائر، وقد يكون لما تحمله المرحلة القادمة من آفاق واعدة على جميع الأصعدة مع تكاتف جهود جميع الفاعلين الثقافيين شأن في تغيير الواجهة الثقافية في الجزائر. إذن معالي الوزير، دعنا نبدأ من تقييم المشهد الثقافي خلال الموسم السابق، خاصة وأنه موسم تزامن مع إعادة النظر في خارطة المهرجانات، في أجندتها، في ميزانيتها. ما هي الأسباب التي أدت بالدرجة الأولى إلى اتخاذ قرار كهذا؟ طبعا البحث عن الجدوى. المسألة ليست في العددية، في أن تكون أن تمتلك 176 مهرجان، لأن لكل مهرجان محافظة ولكل محافظة ميزانية ولكل ميزانية أحيانا لا يعرف المتابعون لها في أي أوجه تصرف. إذن فبالتالي المسألة هي البحث عن الجدوى، البحث عن الشفافية، البحث عن منهجية التنظيم والقدرة في التحكم في التسيير. لهذا أول ما قمنا به ونحن ننظر إلى مسألة المهرجانات في ضرورة تقليصها بما يخدم الساحة الثقافية ويعزز
بروز أشكال معينة في الثقافة، بمعنى أن لسنا بحاجة إلى 10 مهرجانات متشابهة. نفس الذين يشاركون في هذا المهرجان تجدهم في تلمسان، تجدهم في قسنطينة، وتجدهم في المدية، وتجدهم في أي مدينة أخرى. إذن رأينا أن هذا فيه نوع من الالتفاف على المال العام. إذن هذا الشيء الأول لابد من مراقبة هذه المسألة. لهذا أوجدنا دفتر شروط في هذه المسألة. هذا الدفتر نطبقه بصرامة على الذين يديرون هذه المهرجانات، يعني هناك متابعة قبلية ومتابعة بعدية. هذه مسألة نحن أخذنا بعين الاعتبار، ثم رأينا التسير أننا نحافظ على المهرجانات الأساسية التي تبرز فيها صورة الجزائر الثقافية، في المسرح وفي السينما وفي الأغنية وفي المهرجانات الفنون الجميلة وغيرها. ودعونا القائمين على هذه المهرجانات إلى إعادة النظر مثلا في مسألة التوقيت. ليس شرطا أن ينظم المهرجان سنة بعد أخرى، يمكن أن سنة بعد سنة. الشيء الآخر هو ليس شرطا أن المهرجان يستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام، يمكن 5 أيام تكون كافية. ليس شرطا أن تستضاف 20 فرقة موسيقية مثلا، نكتفي بالنصف. وهكذا يمكنك أن تحافظ. وهذه نحن نتابع نسمع في مهرجانات دولية، شاركنا في بعض المهرجانات الدولية في الخارج، يحضر 3 أو 4 دول ويقول لك مهرجان دولي ويعطيه الصبغة الدولية ويكرسه كدولي. أما نحن فنزايد على أنفسنا، وكأن يعني المال العام هذا يمكنك أن تنفقه كيف ما شئت. إذن هذه مسألة أساسية. قلنا هذا قبل أن تظهر مسألة الترشيد. ترشيد الإنفاق هي مسألة أساسية فعلا. حتى ولو كان البترول 150 دولار، يجب أن تعمل على ترشيد الإنفاق ومتابعته. هذا مال يجب أن تراعى أوجه إنفاقه. هذه مسألة أساسية. ولاحظنا أننا عندما شرعنا في تطبيق هذه الخارطة تدريجيا هذه السنة، لاحظنا أن هناك فعلا شعور من ارتياح لدى الرأي العام في أننا قلصنا في حجم. أحيانا مهرجانات ذات مضمون واحد وهي 10 مهرجانات، من 10 طبعات أو أكثر، إنما هناك لعب بالكلمات، العناوين فقط. نعم، العناوين. إذن أدركنا أن هناك مسألة هو سير نحو فقط نحو تخصيص أغلفة مالية في مهرجانات لا تحقق الجدوى الكبيرة منها. إذن هذه مسألة أساسية. المسألة أخرى أيضا هو أننا أردنا مزيد من الاحترافية في هذه المهرجانات، لأننا أوكلنا الأمر إلى أناس مختصين بمتابعة من الإدارة، أي من الوزارة أو من الإدارة على المستوى المحلي، حتى يشعر هذا الذي يشرف على المهرجان أنه يعني لا يدير المسألة هكذا سبهللة كما يقال، بل يديرها من منطلق أن هناك عيون تراقبه وهناك جمهور ينتظر الفائدة والجدوى من هذا. أعتقد أننا بدأنا نؤسس لثقافة جديدة، وهذا ما يدخل في الإصلاح الثقافي الذي نريده، لأننا نهدف في النهاية إلى بناء منظومة ثقافية وطنية وبيئة ثقافية وطنية ذات قابلية حقيقية للتأثير على المتلقي وعلى الجمهور في أي موقع كان. نعم، على ذكر المهرجانات معالي الوزير، يعني سبق واحتضنت الجزائر عدة مهرجانات عربية وإفريقية وعالمية. كنا عشنا أجواء الجزائر عاصمة للثقافة العربية، تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، كنا عشنا أيضا أجواء المهرجان الإفريقي. طيب، يعني كلها مهرجانات خلقت أجواء متميزة، كان فيها إبداع راقي، كان فيها إقبال أيضا، ولمسنا الفعل الثقافي الراقي الذي يعني ما أحوج الجمهور إليه. لكن بالنهاية بمجرد انتهاء مثل هذه الفعاليات وكأن شيئا لم يكن، يعني بمجرد ما تنتهي المهرجانات ويزدل الستار في قاعات العرض يتوقف كل شيء. طبيعي جدا، هناك نوعان من الثقافة، هناك الثقافة الاستثمارية وهنا الثقافة الاستهلاكية. الثقافة الاستهلاكية هي هذه المهرجانات.
التي تعمر لأيام معدودة ثم تنتهي، طبيعي جدا، وهذه تدخل في الحفاظ على الحياة الثقافية يعني وديمومتها. لكن الثقافة الاستثمارية هي الأشياء التي عندما تنجزها تعمر طويلا، مثل النشر، نشر الكتاب. نعم، الكتاب لا يموت، الكتاب يحفظ، والحمد لله أن فخامة رئيس الجمهورية مكن قطاع الثقافة من قدرات مالية هائلة في مجالات النهضة بالثقافة الاستثمارية، فعلا، دون إهمال الثقافة الاستثمارية الاستهلاكية. طبعا الطبع، طبع الكتب، نعم، يعني فضلا عن التظاهرات الكبرى من الجزائر عاصمة للثقافة العربية، وقبلها سنة الجزائر الثقافية بفرنسا في 2003 و2006 و2007 و2009 المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني، نعم، ثم تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية 2011 وقسنطينة عاصمة للثقافة. كل هذه التظاهرات تشهد دائما زخم في مجال النشر، نعم، فضلا عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية لدعم الكتاب، الكتب التي يعني تنشر في كثير من ذات مضامين يعني واسعة. إذا دعم الكتاب ودعم النشر مسألة أعتقد تكرست بصورة، والآن نحن ننظر، وضعنا حالة النشر أيضا تحت المجهر. ما كل الناشرين هم ناشرون محترفون، وجدنا أن الكثير منهم ناشرون موسميون ينتظرون التظاهرات للظفر بطبع 4 أو 5 عناوين، يكسبون منها مالا ويختفون وينتظرون تظاهرة أخرى. لهذا فنحن نريد من لهذا هناك قانون الكتاب الذي تمت المصادقة عليه في 2015، والآن توضع بموجبه قوانين تطبيقية سينظم سوق النشر، وستحدث حالة فرز في الساحة المحترف من غير المحترف. نعم. لأن الضامن الوحيد لديمومة العمل الثقافي الناجح هو الاحترافية، فعلا، هو المهنية. أما الهواة فدورهم خارج الأسوار، نعم، أن يمكنوا أنفسهم من أدوات حقيقية للوصول إلى ما حققه الكثيرون. نعم. النشر يجب أن يتوفر فعلا على دار نشر، على مطبعة، على وسائل توزيع، على قدرتين، على 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 لجنة قراءة، لأننا حتى نتجنب الكتب الرديئة المليئة بالأخطاء، يعني أنك تنفق أموال في كتب يعني لا تقرأ ولا ترمى يعني جانبا. السينما نفس الشيء، لقيت نفس الدعم، المسرح نفس الشيء. سنفصل معي الوزير في كل هذه الملفات من كتاب وسينما ومسرح. قبل ذلك، يعني المتتبع للشأن الثقافي في الجزائر يلاحظ بأنه ليس هناك توزيع عادل للفعل والنشاط الثقافي على مستوى كامل ربوع الوطن، خاصة والجزائر شاسعة وواسعة، بالرغم من أن الديمقراطية الثقافية يعني تقتضي بأن يكون هناك توزيع منصف في هذا المجال، حتى يعني تمكن من إبراز الخصوصية الثقافية لكل منطقة من مناطق الوطن. في هذا المجال دعني أسأل معالي الوزير عن خارطة النشاطات الثقافية التي تنوي الوزارة يعني طرحها وتقديمها لتأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب. بلا شك، يعني لكل منطقة خصوصية، يعني نعم، ما ينتجه الجنوب من ثقافة ومن إبداع مختلف عما تنتجه منطقة الأوراس ومنطقة القبائل أو منطقة تلمسان، كل منطقة خصوصية، وهذا هو الثراء الذي يجعل الثقافة الجزائرية ثقافة يعني موزايك، يعني أي فسيفساء، نعم، فسيفساء متميزة فعلا. هذا واجهتنا صعوبات ونحن نضع الخارطة. مشكلة في البنى التحتية معالي الوزير؟ طبعا البنى التحتية، بعض المناطق لا تتوفر على بنى تحتية. أنت لو تسعى لتنظيم مهرجان في يعني يليق بمنطقة معينة ولها ربما فضل في بروز هذا الثقافة وهذا التراث، إلا أنك تصطدم بغياب الفنادق أو بغياب يعني حتى القاعات. لهذا فأحيانا نضطر إلى تنظيم فعاليات سريعة في هذه المناطق حتى لا تحرم، حتى لا يكون فعلا فيها.
فهذه المسألة نحن ندرك، لكن جهد الدولة كبير في هذا المجال، فقد مكنت كثير من يعني قطاع الثقافة مكنته من كثير من الهياكل غير المسبوقة. يعني أن تنجز يعني قبل هذا، قبل ما نتحدث على قاعة أحمد باي بقسنطينة، لا تتوفر الجزائر كاملة، لا تتوفر على قاعة بهذا الحجم وبهذه القدرة الكافية في استيعاب كل الفعاليات الفنية. وأنجزت في زمن قياسي. نعم تماما، وبلا شك قسنطينة مدينة لفخامة الرئيس، لأنه أراد لقسنطينة وهي تحمل اسم عاصمة العلم والمعرفة في أن تكون بها هذه القاعة. نأمل أن هذه القاعة تؤدي وظيفتها كاملة، وأن تكون فضاء فعلا للفعل الثقافي والإبداعي والفني، وأن لا تبقى مغلقة. نعم نأمل هذا، ونحن نبحث الآن على صيغ كيفية استغلالها واستثمارها. فعلا. أيضا قبل أن نتحدث عن الأوبرا، كان هناك افتتاح لأول مسرح ينجز بعد الاستقلال، وهو مسرح مستغانم. نعم. مستغانم المدينة التي قدمت الكثير للمسرح. فعلا. ورأينا أن نكرمها هذه السنة في 2017 بأن تكون عاصمة للمسرح. نعم. لمدة سنة كاملة تقدم كل المسارح الجزائرية، كل الفرق المسرحية الجزائرية، كل حدث مسرحي ينظم في مستغانم. نعم. عروض مسرحية للكبار للأطفال، عروض المسرح العربي الذي ستحتضن الجزائر فعالياته، سيعرض مسرحياته أو الفرق المسرحية العربية تعرض في مستغانم، تقام ندوات، قراءات، معارض، تكريمات، كلها في هذه. إذن فهذه المدينة جديرة، لأن مرت 50 سنة على مسرح الهواة اللي هو مدرسة تخرج منها الكثير من المبدعين والمسرحيين الكبار الذين نعتز بهم، وشكلوا مرجعية في الحركة المسرحية الجزائرية. ثم تأتي دار الأوبرا. الأوبرا يمكن أن نقول هي التي تقدم ثقافة الخمس نجوم إن صح التعبير، لأنها تقدم الثقافة النوعية الراقية. امتحنا بمجرد الشروع في بعض نشاطاتها، تم امتحان الجمهور هل يقبل على عروض فنية بمبالغ معينة. نعم. ولنقل مرتفعة قليلا بين 2500 إلى 3000 دينار. كانت القاعة يوميا ممتلئة. نعم. إذن رأينا أن الجمهور إن قدمت له عروضا نوعية لا تناقشه في السعر، أكيد سيأتي ويأتي بهذا الاحترام المطلوب كما نرى. نعم. إذن فهناك ارتقاء بالعمل الثقافي من خلال كل هذه الهياكل التي تنجز، فضلا عن شيء آخر وهو تهيئة المكتبات الرئيسية والمكتبات الحضارية التي تنجز باستمرار. الآن قاربنا 1500 مكتبة، بمعنى سنغطي كل البلديات، فضلا عن المكتبات الرئيسية التي هي المكتبة الأم على مستوى الولاية. هذه مكتبات، ونعمل أيضا على الآن الهاجس هو كيفية إدارتها، لأن هناك مسألة يعني الإطار البشري، نحن بحاجة إلى أن نتعامل مع وزارة الداخلية في هذا المجال، خاصة في المكتبات الحضرية. أيضا الترميم الذي طال عدد كبير من المسارح، دور الثقافة. إذن الهياكل، نحن الآن لا نشكو قلة هياكل، الآن نبحث عن كيفية تفعيل هذه الهياكل ونجعلها أكثر مردودية. بل إنني طلبت من مديري ومسيري هذه، قلت لهم أيضا ابحثوا أيضا حتى على التمويل الإضافي الذي يمكنكم من أن تتكفلوا بالخدمات الأساسية لهذه القاعات. لا تنتظروا أن ميزانية الدولة أن هي فقط هذه التي تصب هذا، لا، إن أمكنك أن تؤجر هذه القاعة في غير فترة العروض لك أن تقوم بذلك ضمن القوانين طبعا.
معي الوزير، تحدثنا على دار الأوبرا، هل من برنامج مسطر من طرف الوزارة لتفعيل وتنشيط الحياة الثقافية بهذه الدار حتى تبقى ذلك مركز الإشعاع الراقي الثقافي الذي نحلم به، ولا تلقى نفس المصير الذي لقاه مثلا مجمع رياض الفتح في العاصمة؟ نعم طبعا، نحن في ضمن سياسة وزارة الثقافة، وهي رؤية الحكومة أيضا لتقليص عدد المؤسسات ذات الطابع التجاري والاقتصادي التي تستهلك أيضا أموال كثيرة، رأينا أيضا نحن أن نقوم بعملية تجميع لعدد من المؤسسات المتشابهة في الوظيفة ضمن مؤسسة واحدة. إذن عملية التجميع هذه شرعنا فيها، قلنا ربما سباقين في هذه المسألة. أول خطوة قمنا بها هي إنشاء مؤسسة دار الأوبرا، وهذه المؤسسة هي تجميع لثلاث مؤسسات، وهي مؤسسة الأوركسترا السيمفونية الوطنية، البالي الوطني، والمجموعة الأندلسية. هذه المؤسسات الثلاث يعني تذوب في مؤسسة واحدة وتستفيد من كل الخدمات التي تقدمها دار الأوبرا من خلال العروض، وأن تحافظ كل مؤسسة على برنامجها على حدة، لكننا نضعها تحت مظلة دار الأوبرا. وهذه ليست بدعة، دار الأوبرا في, 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 في القاهرة تضم 13 مؤسسة، أمر عادي جدا. ونحن لماذا؟ لأن هذه المؤسسات الثلاث هي التي تضمن ديمومة النشاط في حالة عدم وجود نشاط لمؤسسات أخرى. لكن أطمئنك وأطمئن الجمهور الواسع إلى أنه بدأت الاتصالات بعدد من الفرق الفنية المعروفة على المستوى العالمي، يعني في, 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 في أوروبا وفي البلدان العربية وفي آسيا، في الحضور وضبط يعني رزنامة لهذا. نحن فقط في وضع الترتيبات الإدارية للانطلاق الفعلي في عمل هذه الدار التي تشكل قيمة مضافة في العاصمة وفي العمل الثقافي على المستوى الوطني عموما. نعم معالي الوزير، يعني مثل ما ذكرتم منذ حين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ومنذ توليه سدة الحكم أولى قطاع الثقافة أهمية بالغة، آخر قرار سياسي مثل ما ذكرتم اتخذه في هذا المجال هو دسترة الحق في الثقافة ضمن الحقوق المعترف بها والمضمونة للمواطنين الجزائريين، كما أكد على أن الدولة يعني تحمي التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على المحافظة عليه. ما هي القيمة المضافة للاعتراف بهذا الحق الدستوري، وما هي الإجراءات التي تقومون بها أو تنوون القيام بها للتوجه بهذا أو التكفل بهذا التوجه الجديد اليوم؟ يمكنني أن أتباهى قليلا في هذا في هذا المجال فعلا. لأن مباشرة بعد دسترة الثقافة كحق للمواطن، وكذا بالنسبة للتراث الذي تحافظ عليه الدولة مادي وغير المادي، شيء يعني جديد وفتح كبير في بالنسبة لنا، نحن مكسب. شاركت في مؤتمر لتجديد الخطاب الثقافي في القاهرة، وطبعا تحدثت عن وجهة نظر الجزائر في هذه المسألة، وكيف أن الثقافة ليست مجرد مفردات نغيرها كيفما شئنا، إنما الثقافة هي التي تغير، لسنا نحن من نغير المفردات. فتحدثت عن مسألة دسترة الثقافة، فلاحظت يعني حالة من التفاعل يعني تلقائي عند الناس. قلنا نعم، أنت أنت تقوم بدسترة كثير من الأشياء الأساسية المعروفة في حياة الناس، التعليم، الصحة، العمل، أشياء من هذه. نعم كل أشياء، لكن الثقافة هي من حقوق الإنسان الجديدة،
والجزائر لا تعيش بمعزل عما يحدث في العالم. هنا وهناك فعلا. فخامة رئيس الجمهورية وهو راعي الأول للثقافة يدعمها ويتابعها شخصيا في فترة إدارتي لاتحاد الكتاب الجزائريين، كانت لي كثير من الفرص في الالتقاء به، كان يسألني عن الكتاب، عن أخبارهم، عما كتبوه، عما نشروه، جديدهم يسأل عنهم هكذا، لأنه يتابع بصورة دائمة ويتابعها مثل ما كان بالأمس إلى اليوم، وهو حريص على أن تأخذ الثقافة حقها في المجتمع. بل إنه يحلم مثل أي واحد في أن تكون في الجزائر فعالية ثقافية راقية. سمعته مرة يقول نحلم بأن يكون عندنا بالي مثل بالي البولشوي، ولما لا؟ عادي جدا يعني هذا أن لأنه يدرك. نعم، الجزائر تقدم الآن، لم تفلت جائزة ثقافية عربية فعلا أو دولية واحدة من الجزائريين فعلا، آخرها في نعم منذ يومين فقط نال شاب من غير معروف من مدينة تغنيف في معسكر، نال جائزة كتارة للرواية. نعم، هذا شاب ينافس الكبار ونالها ونافس الكبار ونال هذه الجائزة فعلا، مثلما فاز فيلم منذ 3 أيام، فيلم الآن يمكنهم أن يأتوا للمخرج الواعد سالم إبراهيمي في مهرجان المتوسط، الفيلم المتوسطي في عنابة. والآن نحن نعمل على أن يكون هناك التفاف إعلامي وشعبي ورسمي حول فيلم البئر الذي أنتجته وزارة الثقافة، والذي أخرجه المخرج المبدع لطفي بوشوشي، الذي تم اختياره ليكون ممثلا للسينما الجزائرية في جوائز الأوسكار. نعم. وسيكون هناك عرض رسمي يوم 29 في قاعة الأوبرا. نعم. ندعو الجميع لحضور هذا الفيلم وللوقوف معه، لأن حضور هذا الفيلم في محفل سينمائي دولي كبير هو تشجيع للسينما واعتراف أيضا ببقاء السينما الجزائرية على نفسها الواعد دائما بالحصول على جوائز. كان معنا وقد كرمنا في عنابة أول من منح جائزة أوسكار للجزائر عام 70، وهو المخرج الكبير وصديق الجزائر ويمكن نقول للجزائر أفضال كبيرة عليه، وهو كوستا غافراس، الذي بدا سعيدا لأنه وهو يحضر هذا المهرجان قال هذا ما كنت أتمنى أن أعيشه، فهذه أحلامنا في أن تستمر السينما في هذا البلد الذي قدم الكثير للسينما وقدم الكثير للفن السابع وأخرج الكثير من الأسماء الكبيرة في الإخراج وفي التمثيل وفي غيرها. نعم. إذن نحن أعتقد أننا على الطريق السليم في هذا المجال. معالي الوزير، يعني قطاع الثقافة اليوم لأنه حتى تتحقق كل هذه المشاريع لابد من رأس المال، لأنه هو المحرك الأساس. قطاع الثقافة اليوم على غرار بقية القطاعات الحكومية مدعو هو الآخر لتفتح على الاستثمار المنتج، ولما لا يتحول إلى يعني مصدر مهم جدا لجلب العملة الصعبة واعتماده. هل المنظومة التشريعية الحالية اليوم تسمح بالاستثمار في الثقافة؟ أعتقد حتى وإن لم تكن لتسمح سندفعها دفعا لأن تسمح. نعم. كيف هذا؟ تغيير النصوص. نعم، لا تغيير. أولا لما تكون هناك استجابة من رأس المال في أن يلج عالم الثقافة كمستثمر. بعض الناس يعتقدون أن الربح يكون فقط في كل ما هو ميكانيكي وكل ما هو سائل، في حين أن هناك ثقافة القيم. الآن الخدمات الثقافية في دولة قريبة تكون فرنسا مداخلها 30% من المدخول العام، الدخل العام، هو من الخدمات الثقافية. نعم.
يعني من السينما ومن الكتاب ومن السياحة الثقافية ومن كل ما له صلة بالثقافة. نعم. إذن الثقافة هذه القوة الناعمة، نحن للأسف هي قوة نائمة، نحن بحاجة إلى أن نوقظها من خلال الاستثمارات. كانت لي لقاءات عديدة مع بعض المستثمرين الذين قربنا إليهم فكرة، قلنا لهم يمكنكم أن تنجزوا استوديوهات، مدن سينمائية، يمكنكم أن تبنوا قاعات للسينما، مجمعات كبرى للطباعة، يعني يمكن أن تستثمروا أيضا حتى في السياحة الثقافية لوحدها، في المعالم الثقافية التي والتراثية والتاريخية التي هي بحاجة أيضا إلى اكتشاف سياحي. إذن نحن بدأنا نضع هذه الفكرة ونرمي بها في وسط، وفعلا وجدنا تجاوب صحيح، تجاوب بطيء، ولكنه من الذين رأينا أنهم يرغبون فعلا في ولوج هذا. فقمنا أول ما قمنا به حتى نحفز الناس في هذا بأننا أنشأنا لا أقول مدينة سينمائية ولكن مواقع للتصوير السينمائي هنا في العاصمة. اكتشفها الإعلاميون، سمع بها الجمهور، فقالوا إذن الجزائر قادرة. قلنا إن الجزائر ستستعيد بيئتها السينمائية في صناعة السينما وفي عودة القاعات. أتحدث عن القاعات لأنها مسألة مهمة جدا. نعم. نحن نقيم مهرجانات، ننتج أفلام، لكننا لا نعرض هذه الأفلام فقط في قاعات محدودة، ولكننا نشارك بها في المهرجانات. إذن هذه مفارقة عجيبة، أنت تمول أفلام بكلفة عالية ولا تعرضها ولا يشاهدها جمهورك، إذن ما الجدوى؟ قلنا يجب أن نقلب المسألة. اتفقنا على أساس أن الديوان الوطني للثقافة والإعلام ينشئ وحدة للسينما لإدارة القاعات التي تملك قابلية العرض، وهي تصل إلى حوالي 80 قاعة. يجب أن لا ننتظر أن نستعيد كل القاعات وأن نرمم كل القاعات، سيأخذ منا يعني فترة زمنية طويلة وكلفة مالية عالية. قلنا لنبدأ بما هو متوفر، لأننا أنشأنا الآن بيئة سينمائية. ما هي البيئة السينمائية؟ أننا نظمنا سينما الساحل، سينما الهضاب، نتنقل بالسينما المتنقلة، مهرجانات سينمائية، لكن هذه عبارة عن هذه شجرة تغطي الغابة الحقيقية وهي القاعات. إن فشلنا في القاعات فلا جدوى من المهرجانات ولا من أن نتحدث عن السينما. لكننا يمكن القول إننا ابتداء من شهر نوفمبر سنبدأ بعرض عدد من الأفلام، لأن مؤسسة الوحدة هذه التي تم وضعها قيد العمل في ديوان الوطني للثقافة والإعلام، تم التوقيع مع عدد من الموزعين للأفلام في الخارج. نعم. وتم الاتفاق بجلب آخر الأفلام. من حق الجزائري أن يشاهد آخر فيلم يظهر في العالم. نعم. لأننا لاحظنا أن بعض الموردي الأفلام، بعض منظمي العروض يجلبون أفلام آخر الأفلام ويدخلوا الناس ب5000 دينار حتى 10000 دينار، ويقول لك لا أنا أحب أشوف فيلم. الجزائري يجيب له الشيء الجيد يدفع ما ينقش، حتى نحارب القرصنة أيضا في هذا المجال. هذه قصة طويلة، وهناك عمل الآن نعكف عليه مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمحاربة القرصنة. ونعتز أن الجزائر حظيت مؤخرا في جنيف بمكتب خارجي لهذه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لأول مرة في إفريقيا أن بلد يحتضن هذا المكتب الخارجي لاعترافا للجزائر بما قدمته في الدفاع عن حقوق المؤلفين وحقوق المبتكرين
والمنتجين والناشرين في هذا المجال، والتقيت شخصيا بالمدير العام وأبدى فعلا اعتزازه بتجربة الجزائر، وسننظم ملتقى في هذا المجال في 2017 وسنكشف عما تحمله الجزائر من أفكار لصالح الحماية، الحماية الفكرية. نعم مدام، فتحنا ملف السينما، خلينا نبقى شيئا ما مع سينما معالي الوزير. يعني شفنا أنه السينما تساهم في الكثير من الدول في تعزيز حتى الميزانيات. يعني لما نشوف مثلا بلد كالهند، مصر كانت رائدة لسنوات، تركيا اليوم، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. يعني في بلادنا للأسف السينما تكاد تكون عبئاً على الخزينة العمومية، من جهة لأن الحكومة هي التي قامت بتمويل العديد من الأفلام السينمائية، وبعد ذلك يعني حتى وهي تشكل العبء على الخزينة العمومية إلا أنها لا تخلق تلك الحيوية المرجوة والمنشودة. تحدثنا عن قاعات العرض والسينما، يعني اليوم ما هي الإجراءات التي تقومون بها لبعث هذا الفعل السينمائي حتى ما تبقاش السينما عبء على الخزينة العمومية وتتحول إلى ذلك المصدر في التمويل؟ فعلا أحيانا تعمد الدولة إلى تمويل أفلام ذات جدوى، ليست ذات جدوى اقتصادية ولكن ذات جدوى تاريخية مثلاً، ثقافية أو تاريخية، أو تاريخية. نعم. طبعا نحن في إطار كتابة التاريخ، كتابة التاريخ نعرف أنها هناك الكتابة الأكاديمية وهناك الكتابة الشفوية وهناك الكتابة الإبداعية أيضا للتاريخ. فعلا. يمكنك الآن في زمن الصورة وفي زمن أن تؤرخ. نعم. بالفيلم. إذن فأن تصور، يمكنك أن تختزل حياة بطل معين في فيلم. نعم. إذن كان هذا الدعم الكبير من الدولة في سبيل أولا الاحتفاء بأبطالنا وبجعل معالم للأجيال في حياتها من خلال هذه الرموز ومن خلال هؤلاء. جميلة. نعم. تمام. الآن أصبحنا ننوع. لما عملنا مثلا أبطال الثورة، يعني بن بولعيد وزبانة وكريم ولطفي، وحاليا هناك عمل هام يتم حول البطل الشهيد العربي بن مهيدي أيضا، وهو يقترب من نهايته، وقد حضرت وأنا جزء من تصوير مشاهد منه في منطقة الصومام. نعم. ولاحظت هناك كيف أن الناس سكان هذه المنطقة الذين احتضنوا الصومام بالأمس احتضنوا الفيلم اليوم أيضا، لأنهم يشعرون أنه وثيقة وأمانة للأجيال أيضا حتى تعرف. نعم. إذن هذا العمل أيضا يحظى باهتمامنا وبمتابعة يعني من عديد الجهات، لأنه فيلم نأمل أن ينتهي ويشاهده الجزائريون في الذكرى 60 لاستشهاد البطل العربي بن مهيدي. إذن هناك شخصيات أخرى أيضا رأينا من الواجب أن نوليها الاهتمام. أمس فقط تم الانتهاء من تصوير فيلم يروي سيرة رائد النهضة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهو العمل الذي تم تصويره في العاصمة وفي قسنطينة وفي البوليدة وفي تلمسان وفي مستغانم، والذي أبدع فيه ممثلون جزائريون واعدون أحبوا الشخصية وآمنوا بها ورأوا أنهم نعم رأوا أنهم من خلال هذه الشخصية يقدمون خدمة كبيرة لهويتهم ولتاريخهم ولرموزهم. إذن هذه الأشياء. وهناك أيضا التفكير الآن في البحث عن إنجاز أعمال للفترة النوميدية. نحن تاريخنا يجب أن لا يتجزأ. أنا من الذي يقول تجزئة التاريخ تجزئة للهوية. هناك تاريخ واحد لهذا الشعب. في أيضا شخصية جزائرية اللي هي سانت أوغستان. نعم. متى سنشاهد الفيلم؟ نعم. فيلم القديس أوغستين. نعم. عندما شرع فيه الأشقاء في تونس، في اتصلوا بنا وعرضوا علينا فكرة المشاركة في هذا العمل. طبعا درسنا الأمر من كل جوانبه، وأيضا فرضنا يعني بعض الشروط في هذا، يعني
والفيلم أنا شاهدت جزء منه وهو فيلم مبهر متميز، فيلم ينصف هذه الشخصية الجزائرية بفيلم فيه من الحديث، لأنها رواية صحفي يقتفي أثر القديس أوغسطين بدءا من عنابة وسكهراس إلى قرطاج وهكذا. إذن فهي قصة جميلة وفيها ممثلون جزائريون، وأكثر من هذا هناك مفاجآت سيجدها الجمهور تبرز فعلا أولا الأمانة التي تحل بها كاتب العمل وهو الدكتور عماد دبور التونسي، الذي أيضا قال الجزائر قدمت كثيرا للتعريف بهذه الشخصية، إذن نحن أيضا سنحتفي بالذين احتفوا بهذه الشخصية في هذا الفيلم. نعم. سنترك هذا للجمهور حتى يشاهد. يشاهده قريبا الفيلم. نعم. في الجزائر. وقلنا يجب أن لا نتوقف عند شخصية القديس أوغسطين. صبت. أيضا نحن نفكر في شخصية أخرى ربما لا نقول نقيضة للقديس أوغسطين، وهي شخصية الأب دونا. نعم المؤسسة الدوناتية. إذن فنحن نعمل لأن كل رموز هذا البلد عندما نحولها إلى أعمال سينمائية نكون قد قدمنا خدمة للثقافة وللتاريخ وللهوية وحتى للأجيال، يعني في أن تعرف أن هذه البلاد ولودة. نعم. معي الوزير تداول الإعلام مؤخرا خبر إنشاء مدينة للإنتاج السينمائي ببلدية العاشور بالعاصمة، ما صحة ذلك؟ وهل يمكن القول اليوم بأن زمن تسجيل الأفلام وتركيبها خارج الوطن قد ول؟ نعم يمكن أن أؤكد هذا، فعلا رأينا أننا يجب أن نشجع، لأن رأينا أن عدد من المنتجين الجزائريين يشتكون قلة الاستديوهات. نعم. فيلجؤون إلى التصوير أحيانا في الخارج فعلا. كما حدث مع بن مهيدي. إذن رأينا أن في فرصة إنتاج فيلم بن باديس اقتطعنا جزء من ميزانية هذا الفيلم وبنينا هذه القرية أو هذا الحي الذي يمكن أن تصور فيه أفلام ومسلسلات، وهناك مخطط لتوسعة هذا الحي السينمائي لإنشاء أيضا أحياء مثل حي القصبة، بعض المعالم الكبيرة في الجزائر، أيضا ممكن منطقة تعبر عن مدينة، في لأن التصوير أحيانا يمس مراحل معينة في التاريخ، الثلاثينات أو العشرينيات أو الخمسينيات. إذن يجب أن تبني حي يكون متناسب مع تلك المرحلة. إذن وجدنا، وأنا اليوم استقبلت الفريق الذي قام بإنجاز هذا من الشباب الجزائري يعني المتطلع إلى أن يرى أن يحقق أحلامه. قلت لهم يعني انفجروا إبداعا. وقالوا فقط أعطونا الأفكار ساعدونا ونحن جاهزون. إذن هذه خطوة. ثم إن هناك بعض المستثمرين في السينما الجزائرية ممن حلوا مشكلة أساسية وهي ما بعد الإنتاج. نعم. المخرج بلقاسم حجاج يعني أخذ على عاتقه وأنشأ استوديو لمرحلة ما بعد الإنتاج، بمعنى التركيب والميكساج والمؤثرات الصوتية وكل هذه والضوئية وكل هذه. إذن هذه الأشياء، إذن نحن بدأنا نضع ملامح الصناعة السينمائية بعد أن توقفت هذه الصناعة التي كانت رائدة في الستينيات والسبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات. لكن الآن يجب أن لا نبكي على الأطلال ونفكر في ما سيكون لا ما كان المستقبل. نعم. نعم. تستوقفنا أسماء يتيم في هذا الفيتيار في الحديث عن المشهد السينمائي في الجزائر وتفاعلاته وإرهاساته أيضا. نتابع. الجزائر تبحث عن مكانة جديدة للثقافة من خلال الاستثمار في هذا القطاع، وهي مبادرة أعلنت عنها الوزارة الوصية. الاستثمار في القطاع الثقافي عماده الأساسي السينما، والتي تحاول وزارة الثقافة أن تجعلها القاطرة الأهم للاستثمار والانفتاح أكثر. المعنيون يتساءلون عن معنى الاستثمار الثقافي في هذه المرحلة الحرجة. أنا نطرح السؤال، أي استثمار؟ هل ترى الاستثمار
الاقتصادي ولا الاستثمار الثقافي. باش يجيك واحد خاص ويستثمر، معروف الخاص يستثمر اذا كان كيدير 10 دورو يدي 15. وباش هذا الشيء هذا يكون ممكن يلزم يكون فيه سوق. الاستثمار يتطلب سوقا للعرض والطلب، افلام تنتج ثم توزع. هل سيغامر المستثمرون للانتاج في السينما الجزائريه؟ Vous avez un réseau de distribution. Vous avez des supérettes, vous avez des magasins, vous avez les grandes surfaces et vous achetez votre portable. Vous fabriquez une bouteille de limonade. Vous avez un réseau de distribution. Vous fabriquez un film, il est où le réseau de distribution? Moi, je vais demander à un financier algérien de mettre de l'argent dans un film. Comment il va mettre de l'argent dans un film? Pour récupérer ses sous, comment? المبادرة على أهميتها إلى أنها تطرح تساؤلات عديدة ومهمة حول مستقبل الثقافة في بلادنا. إذن معالي الوزير، الإشكال المطروح هو اليوم إيجاد هذه السوق، رغم أنه في تعطش كبير للمنتوج الثقافي خاصة السينمائي. دور السينما موجودة وبكثرة خاصة في العاصمة، بعضها ترمم وما يزال مغلق. سينما إفريقيا مثلا في قلب العاصمة رممت وصرفت عليها ملايير السنتيمات وهي مغلقة اليوم تقريبا منذ سنتين أو أكثر، وفيه قاعات ودور أخرى حتى تحولت عن نشاطها الأساسي. اليوم خلق هذه السوق حتى يتمكن المنتج من أن يثق ويستثمر ليجني هو الآخر. تماما، طبعا هذه الإشكالية معروفة يعني، وتشخيصها يعني لا يحتاج إلى اجتهاد كبير. نعم، طبعا المعروف أنه قرابة 500 قاعة كانت موجودة منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، لكن كثير من القاعات، حتى بعض القاعات، نعم، لم تعد تستجيب الآن إلى حاجيات العرض بالطرق التقليدية. انتهى دور الآن العرض الرقمي هو الآن المسيطر في العالم. لم تعد بحاجة الآن إلى أن تجلب هذه يعني الأفلام في هذه الأسطوانات الكبيرة في صناديق وتنتقل بها لمكان. الآن العرض أصبح يتم حتى عن طريق الساتليت، يعني عن طريق الأقمار الصناعية، لست بعاجة. لهذا فإننا لا نريد أن نرمم قاعات لتكون برؤية العرض التقليدي الكلاسيكي المتجاوز الآن. لهذا فإن القاعات التي نحن نعمل الآن على أن تبدأ العرض تتوفر على جهاز الدي سي بي اللي هو العرض الرقمي. الآن لو كيف راح تعتقد أن تجيب فيلم أمريكي أو فيلم إيطالي أو فيلم، يقول لك عندك جهاز؟ قال لا، قال لي إذن يا أخي هذه أمور متجاوزة. إذن فنحن الآن بعض الولايات وبعض الولايات، ولا بأس إن يعني خصيت واحدا منهم وهو الوالي الحالي لبجاية سي زيتوني ولاد صالح، اللي عمل افتح أول قاعة في معسكر بجهاز دي سي بي، وقاعتين في بجاية الآن، واحدة في بجاية وأخرى في خراطة بجهاز دي سي بي. معنى يمكن أن تعرض كل الأفلام بصيغة. الديوان الوانسي اللي هو الآن المكلف بمتابعة، أيضا اقتنى عدد من هذه الأجهزة. الآن هو كل ما يحقق كل ما يقتني، فتصبح كل القاعات. إذن العملية عملية تدريجية. أنا لا أضع يعني العربة أمام الحصان، ولكن يجب أن نسير بمنطق. ثم مسألة هناك استعادة القاعات، عدد كبير من القاعات ما زال تحتها تمتلكه البلديات، وبعض البلديات يرفض في أن يضعه تحت تصرف وزارة الثقافة، وكأن وزارة الثقافة ستأخذ هذه القاعة وتهرب بها إلى منطقة أخرى. بالعكس، إن القاعة هذه عندما تعرض الأفلام سيستفيد أبناء المنطقة، والذين يسيرونها هم أبناء المنطقة في النهاية. إذن ما جدوى أن تبقى هذه القاعة مغلقة يعني، ولا في حين أن قانون السينما 2013 ينص على ضرورة وضع كل هذه القاعات تحت تصرف وزارة الثقافة. هذا الشيء الأول والشيء الأساسي. الشيء الذي يعني تعقيبا عما جاء في كلام مالك الأخضر حمينة، هو أننا مسألة توزيع الأفلام، القانون ينص على أن 30% مما سيعرض يجب أن يكون جزائريا. تعرض 100 فيلم، 30 لازم يكونوا جزائري.
نحن لا نملك هذا العدد. إذن كيف كانت نظرتنا لمعالجة المسألة؟ يجب أن نتوقف على الأقل لمدة سنتين عن تمويل الأفلام ذات الكلفة العالية، ونشجع المنتجين لإنجاز الأفلام ذات الكلفة المحدودة حتى نوفر العدد بين 10 ملايين إلى حتى 30 مليون دينار بأفلام متنوعة، ونمنح الفرصة لأكبر عدد من المخرجين الشباب الواعدين الذين فرضوا نفسهم في الساحة. لأن كلما حققت هذا النجاح، وطبعا هنا في هذه يمكن للسبونسور يدخل في هذه الأفلام، لأن لما تكون أفلام نعم تصبح قاعات تعرض، وأفلام هنا تعالج قضايا ممكن مرتبطة بتحولات المجتمع الجزائري، السبونسور يدخل أكيد، ما يجيش يمول لك فيلم لا يرى نفسه فيه ولا يرى يعني حاجة في تمويله. لهذا الدولة وحدها هي الدولة أخذت على عاتقها النهوض بالعمل السينمائي وبالنشاط السينمائي إلى سقف معين، ثم تكون هناك عملية المردودية التي تكون يعني بالتدريج. الحديث عن السينما شيق وهام جدا، لكن لابد أن نمر لملف الكتاب لأن الوقت يمر بسرعة. الجزائر معالي الوزير مقبلة في قادم الأيام تحديدا في 26 من الشهر الجاري على تنظيم الصالون الدولي للكتاب، ما الجديد في هذه الطبعة؟ طبعا الجزائر فرضت نفسها كعاصمة أيضا للكتاب، فمعرض الكتاب الذي بلغ طبعته 21 هذه الطبعة نجح في أن يكون مجال استقطاب واسع لعشاق الكتاب والمطالعة والقرائية عموما. البلدان المشاركة راح تكون 48 دولة ستشارك، ستكون مصر هي ضيف الشرف، وقد أعدت لهذا برنامجا سريع. نأمل أن يكون في مستوى الحضور الدائم لمصر في معرض الكتاب ولعدد الناشرين الذين يمثلون دائما مصر في هذه التظاهرة. عدد دور النشر التي أبانت على رغبتها في أن تشارك في هذه التظاهرة 962 دار نشر، من بينها 291 جزائرية، يعني الناشرين الجزائريين أيضا لهم حضورهم في هذا. نعم. فهذا الموعد اللي يكون يوم 26 إن شاء الله الافتتاح الرسمي على أن يكون للجمهور ابتداء من يوم 27 ستتخلله فعاليات عديدة، فيه تكريمان لشخصيتين هامتين، بعض الشخصيات الثقافية الوطنية، ولكن هناك شخصيتان، شخصية هامة وهو الدكتور الراحل بوعلام السايح، مثقف كبير مفكر قدم الكثير للثقافة الجزائرية في كل المواقع التي كان فيها، وهناك أيضا كوستا غافراس أيضا الذي له ارتباط بالأدب من خلال تحويل أعمال أدبية وروايات إلى أعمال سينمائية، إذن لأن هناك ارتباط. وهناك فعاليات أخرى يعني ستشهدها، من بينها توزيع جائزة آسيا جبار أيضا للرواية. نعم. معالي الوزير، يعني الاعتناء بالكتاب بالكتب وبالمكتبات هو في حقيقة الأمر عناية بصناعة الأجيال القادمة. اليوم كيف هي عملية الاهتمام بالفاعلين في صناعة الفكر في المستقبل؟ بلا شك يعني الجزائر كما قلت قبل قليل بلد ولود ينتج الكثير من يعني عبر التاريخ الجزائر دائما قدمت الأسماء الكبيرة. تحدثنا عن سانت أوغستان، ولكن نتحدث عن أول روائي في التاريخ وهو لوكيوس أبوليوس صاحب الحمار الذهبي، أول رواية يعني عرفها الإنسان. نتحدث عن كثير من الذين على الأقل عايشوا فترات معينة من تاريخنا المعاصر، يعني على الأقل من مرحلة الإصلاحية، الحركة الوطنية، الثورة إلى اليوم. هذه الأسماء كلها تشكل معالم في حياة يعني أجيال كثيرة، يعني وهي لها حضورها، لها اهتمام بها،
لها انا جاني قبل اسبوع مثقف فرنسي يعني له ارتباط كبير بالجزائر، عاش في الجزائر، تربى في الجزائر، في الجزائر، ولكن قال انا ساقترح فكره ليزيطوال دو كاتب ياسين، ليست نجمه واحده لكاتب ياسين ولكن ليزيطوال نجوم كاتب ياسين، واقترحها يعني مشروع ثقافي سياحي رائع وغير مكلف. يعني في الحقيقة هي قضية أفكار في كيف تعتني بهؤلاء. إذن المسألة الأولى هي أن تكون لنا ذاكرة في الحفاظ على هؤلاء، والدليل على هذا أننا الآن من خلال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نحن نعمل على إنشاء بوابة كبرى لأعلام الجزائر، أعلام الجزائر في كل الفنون، في الأدب والفكر والسينما والمسرح والرواية والفنون التشكيلية وفي كل المجالات الفكرية، حتى أن الإنسان لما يطلب اسم يجد له سيرته في إذن بوابة. نحن نحافظ عليهم، وبلا شك هذا الحفاظ على الذاكرة لا يعني أننا كلما شممنا رائحة في مشروع مفكر نعتني به، نعم، ونأخذ بيده. باختصار معي الوزير، إلى أين وصل مشروع مكتبة لكل بلدية؟ يكاد يكون انتهى في الحقيقة. الوزارة لم تطبع سوى كمية قليلة من الكتب، ما سبب ذلك؟ لا، الوزارة تطبع الكثير من الكتب، لكن الوزارة تطبع من خلال الناشرين الذين تدعمهم الوزارة. ما واقع دور النشر في الجزائر؟ أعتقد أنها بحاجة إلى احترافية أكبر. نعم. من بين العقبات التي تعترض سبيل ترقية الكتاب الجزائري مسألة الحقوق المادية، إذ أن نسبة 60% من عائدات الكتب تذهب لفائدة المطابع سواء كانت تابعة للدولة أو تابعة للخواص، ونسبة 40% للناشر، 10% فقط للمؤلف. تماما، هذا صحيح. هذه المسألة عائق حقيقي ونحاول أن نصحح هذا، لكن هناك صعوبة كبيرة لأن نقابة الناشرين أيضا تعطيك أيضا مبررات لماذا الكلفة تصل إلى هذا ولماذا الكاتب يأخذ فقط بين 10 إلى 12. نعم. اتحاد الكتاب اليوم وأنتم يعني أهل، لن أتحدث عنه من موقعي كوزير، ولكن من موقعي كعضو فيه عشت فيه وقت طويل، يؤسفني وضعه لأنه كان يمكن له أن يقدم الكثير، وقد مرت عليه كثير من الفعاليات الكبرى التي كان غائبا فيها، ولكنني بدأت أستشعر أن هناك وعي بأهمية إعادته إلى الواجهة، وتحدثت مطولا مع القيادة الحائلية وحفزتها على أن تعمل على أن تعيد هذا الاتحاد الذي مرت عليه أسماء كبيرة، يعني مولود معمري، مالك حداد، عبد الله الركيبي، محمد العيد آل خليفة، أسماء كبيرة مرت عليه، يجب أن نحترم ذاكرة هؤلاء بالحفاظ على هذا. نعم، لهذا ندعوتهم إلى أن يفكروا في تشكيل لجنة تحضير لمؤتمر يضم كل فلا يبقى غاضب في الاتحاد، وأن يجتمع الجميع على فكرة واحدة وهي خدمة الثقافة الجزائرية من خلال هذا التنظيم العريق. نعم. ملف المسرح معي الوزير، وباختصار أيضا ماذا عن المسرح في بلادنا؟ كم ننتج من مسرحية في السنة؟ يعني ما أعتقدش أننا نصل إلى، إذا كان عندنا 19 مسرح في اثنين، نصل ممكن إلى في حدود 40-45 مسرحية. كم عرض نقدم سنويا بالتقريب؟ تلك هي المأساة. أنا اليوم كنت معاهم ويعني كنت شويه كنت صريح إلى أبعد حد، قلت لا يعقل أننا ننتج مسرحية ونقدم 3 أو 4 عروض ثم نفكر في مسرحية أخرى وهذه لم تأخذ. نجاح أي مسرحية معالي الوزير تعمر 4-6 سنوات 7 سنوات سبع سنوات، وفي مسرحيات عمرت أنا كانت لي فرصة في 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 لندن، زرت وتابعت مسرحية منذ 1909 وهي تعرض إلى اليوم. يتغير
بقيت هي نفسها ولكن يتغير الشخص. الممثلون اللي كيموت واحد يعوضوا واحد وماشيه وبقي هي نفسها ويحضرها الناس بدون اي اشكال. نعم. المسرحيه هي بعمرها. احنا لا، احنا ولا دخلت ثقافه السريع والكسب السريع هو اللي وصل يعني المسرح الى حالات. فالان نحن نراجع آليات ودعوتهم ايضا الى اهتمام اكثر بالاقتباس من الاعمال الادبيه الجزائريه. نعم. اما تجيب لي غير اعمال مستهلكه وتجي تقول لي لا، الجهد الحقيقي في ان تقتبس من روايه جزائريه وتبرزها، فتكون هناك علاقه بين الكاتب وبين المسرحي وبين السينمائي. هذه المنظومة التي نرمي إليها، المنظومة الثقافة الجزائرية المحضة أولا. معالي الوزير، يعني زملائي يعني مشكورين في المحطات الجهوية والمحطة المركزية، رصدوا مجموعة من الأسئلة ومن الأفكار في هذا المجال، نستمع. السيد بوثريد نذير، مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية خنشلة. معالي الوزير، على كل، المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية انشئت في بداية سنة 2015، يعني هي مجموعة من المشاكل اللي يواجهها وتواجهها المكتبة الرئيسية من خلال نقص في التوظيف، بحكم انه عملية التوظيف مجمدة يعني، وهذا تنفيذا لتعليمة الوزير الاول، انه المكتبة الرئيسية مش باستطاعتها انها تؤدي الدور المنوط لها كمؤسسه ثقافيه تابعه لوزاره الثقافه. الى حد الساعه هو في عمليه ترميم، الى حد الساعه لم نستلم المسرح الجهوي للمعسكر. حقيقه هذه الظروف هذه خلات المسرح الجهوي للمعسكر يخسر اموال كثيره للتدريبات، للتنقل الى مسارح اخرى في الجزائر لكي نستطيع أن نقوم بإنجاز أعمال مسرحية. بالنسبة للمكتبة الرئيسية للمطالعة العلمية أو المقرؤية بالنسبة لولاية تمر رصد، هي يعني بحاجة إلى مزيد من عندها احتياجات، خاصة فيما يتعلق بالنقل، لأنه جل الملحقات المتواجدة في الولاية بعيدة عن مقر الولاية لأنها حدودية، ويعني حتى بالرغم من وجود الإمكانيات لكن يصعب على الموظف مثلا التنقل إلى تلك المنطقة. في مسرح بجاية عندنا مشكل تاع الميزانية المالية ما تكفيش حتى أنها تغطي رواتب تاع العمال. دونك جامغي بيان كو لا سيتواسيون فينونسيير او نيفو دو تياتر دو بجاية تلقاو لها حل إن شاء الله. نطالبوا في ولاية بشار، يخصنا أساتذة مؤطرين في جانب الموسيقي وجانب المسرح. إذا باش يكون عندنا شباب مثقف ويكون عندنا شباب يدرس النوطة العالم الموسيقية، لأن باش نوصلوا لدرجة أن يكون عندنا مهرجانات، يعني باش يجي عندنا الضيف هنا إن شاء الله خصه يسمع باللي كاين هناك موسيقى حقيقية. إحنا عندنا المواهب بصح باش بان يخصنا كيما بكري كان يديروا تبادل وكان يديروا لو جوملاج مع دوطخ ولايه باش الواحد يطالع على امورهم طالعوا على امورنا. كاين مثلا كاين هيكل هنايا نتاع الاخر المتحف الولائي راه قاعد داير، ماذا بينا احنا نستغلوه كجمعيات، ماذا بينا يكون غير بيناتنا احنا الجمعيات يكون تناسق. نطالبوا بمعهد للفنون التشكيليه بولايه الجنوب، هذا اضافه احنا نتلقاو صعوبه في التنقل، وكاين بزاف فنانين يتلقى صعوبه في التنقل، ويبقى دائما مشكل اللي احنا نتخبطوا فيه احنا كجمعيات ولا كفرق ثقافيه ولا كفرق فولكلوريه، بعد التهميش. والله الا احنا كنا في بعض السنين الحمد لله كان وزاره الثقافه كان دار هذاك المهرجان التبادل الثقافي بين الولايات، كان نفعنا مليح، كنا نوصلوا الرساله نتاعنا ونوصلوا الثقافه نتاعنا لبعض الولايات. اليوم رحنا نشوفوا حبس، نتمنى من السيد الوزير اعاده النظر في هذا المهرجان. وكاين حاجه ثاني، ولايه بشار تفتقر للمهرجانات، عندنا مهرجان واحد اللي هو مهرجان الديوان من الطبعه الاولى للطبعه، رحنا الحمد لله في الطبعه العاشره، ما كان حتى حاجه جديده. لكن يبقى هنالك انشغال بالنسبة لي ككاتبة، ولعله انشغال غالبية الكتاب في المنطقة،
هو هذا الوضع الكارثي نوعا ما للكتاب. إلى متى يبقى الكاتب تحت رحمة الناشر؟ نحن نسعى لطبع كتبنا ثم نجد أنفسنا بمجموعة من النسخ واقفين هكذا نبحث عن مصيرنا، كيف نوزع هذا الكتاب، كيف يصل إلى الآخر، إلى المتلقي. نطلبه من وزارة الثقافة أنها تفعل هذا القطاع الحيوي بمزيد من المعارض، مثل معرض الكتاب ومعارض ثقافية. أنا الثقافة في بلادي نعرفها غير مهرجانات، وكما مهرجان تيمقال، مهرجان جميلة، يعني ما كانش حاجة تمس يعني الفرد يعني في المجتمع. نحب نكون يعني لو كان تكون دورات مثلا في تعليم اللغة، كان لغات أجنبية، يعني تطوير نتعلموا حاجات جديدة يعني. وتصرا يكون هكاك يعني لو كانت تكون كاينه توأمة بين دور الثقافة تاعنا حنا وتاع دول وحده اخرى، يعني ولا يعني مادا بيا تكون هكذا. هذه هي الثقافة يعني. يعني انا كخصوصا يعني ناشط موسيقى، ونتمنى ان شاء الله يعاونونا باش ننجحوا، وان شاء الله يعاونوا خاوتنا اللي ورانا، ونتمنوا يعني كاع الناس هذه يجوا ينشطوا في دار الثقافة ودار الشباب يعني نفس الشيء. وان شاء الله نتمنوا يعني كل شيء يعني كما يقولوا خدمه، يعني برهنوا بميداننا، برهنوا بالجزائر، نفرحوا ببلادنا. حابين نطلبوا من وزير الثقافه يكثروا شويه النشاطات تاعهم. رانا نشوفوا باللي دار الثقافه كيما هنا في ورقله، الله ما شاء الله المدير تاعها مساعدنا كلش في النشاطات تاعنا. بصح كاين راهو شباب، كاين شباب راهو مردوم عندهم، كنت تروح تمشي في الشارع ومنا كاين ناس ما يشلحق على المستويات هذو باش يبين الموهبه تاعه ولا حاجه. انا اي بلاصه كاين بلايص وين تروح الشباب يروح يحبسوه ثما. احنا راي البيروقراطيه هذه هي اللي راهي محبسه الشباب. كاين ناس مش قادره تبين القدرات نتاعها في هذا القطاع، وكاين السابوتاج، وما ننساوش باللي البيروقراطيه هذه عندها ما دارت في الناس، لانه هذه هي لازمتنا نخدموا باش نبينوا هاد الناس، ولا باه نشجعوهم باه يدوا الخطوه الجايه. إذا معي الوزير، تمنيت لو الوقت يتسع لتجيب على كل هذه الأسئلة، لكن فقط أردنا من خلال البرنامج أن يكون فيه رجع صدى الشارع ويعني واقع القطاع. ننهي برسالة أمل لكل. بلا شك يعني هي انشغالات عادية وطبيعية يعني في مسألات، وبعضهم يعني أجبت عنها. نعم، أنا هذا الصباح معه، لأن لكل حالة يمكن عندها علاج خاص بها. نعم، لكن يمكن القول إننا الآن في بلورة رؤية جديدة. هذه الرؤية بلا شك ستقودنا إلى بناء ثقافة جزائرية تتأسس أساسا على القدرات المتاحة لدينا، خاصة على الصعيد الجزائر العميقة الداخلية، لأن في الداخل أنا أكتشف دائما قدرات هائلة، وهي التي تشكل في الحقيقة صمام أمان للثقافة الجزائرية مستقبلا. نعم. إذن أنا في الختام يمكنني القول إلى أن 2017 إن شاء الله يمكنها أن تضع ملامح لمشروع ثقافي جزائري متأسس على الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس، والتي تتابعها الحكومة بتؤداء وباهتمام كبير، وتجسدها وزارة الثقافة من خلالكم. معالي وزير الثقافة سيد عز الدين ميهوبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.